بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن كل إنسان في هذه الحياة يريد السعادة والحياة الطيبة التي لا منغص فيها ولا انقطاع ولا هم ولا غم ولا حزن، كل يريد هذا، ولكن تختلف المفاهيم في أي شيء يحصل هذا المطلوب أو هذا المقصود. فمن الناس من قصر هذا على أمور الدنيا وظن أنه إذا نال حظه من الدنيا فهذه هي السعادة، وأما الآخرة فإنها لا ترد له على بال، فهمه مقصور على هذه الدنيا ولا يؤمن بالآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إلى غير ذلك. فهم يسعون في تحصيل ملاذ الدنيا، شهواتها، ولو قدر أنهم يحصلون على ما طلبوا من أنواع الملذات والسرور فإنهم لا يجدون اللذة في ذلك، لا يجدون اللذة في ذلك، وإن وفرت لهم الدنيا بحذافيرها، بل تجدهم في شقاء وفي هم وغم ونكد ونغص، حتى إنهم يحاولون التخلص مما هم فيه بتناول المسكرات والمخدرات التي تخفف عنهم ما هم فيه، أو باقتناء الملاهي والمطربات وغير ذلك، يروحون عن أنفسهم، ولكن كل هذا لا يجدي عنهم شيئا، فيلجأون في النهاية إلى الانتحار ليتخلصوا من هذه الحياة. وكم تسمعون ممن ينتحرون ويقتلون أنفسهم للتخلص من هذه الحياة، مع ما عندهم من صنوف الملذات والأموال، لأن هذا ليس هو السعادة، بل هذا شقاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
فمنهم من يظن أن السعادة في تحصيل الملذات من المآكل والمشارب وأنواع الشهوات، فيمتع نفسه بها، لكنه كما سبق لا يجد لها لذة ولا يجد فيها راحة ولا طمأنينة. ومنهم من يظن أن السعادة هي أن ينال الرئاسة والشرف، تسلط على الناس، والبغي والظلم، فيظن أن هذا هو السعادة، وهو في الحقيقة شقاوة لا نهاية لها. ومنهم من يظن أن السعادة في نيل الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا، والدنيا زائلة ومنقطعة، ويذهب ما معهم وينتقلون إلى الآخرة وهم مفاليس. يقول الله لهم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فاليوم، أي في الدار الآخرة، تجزون عذاب الهون والعياذ بالله المهين. انقطعت ملذاتهم وانقطعت سعادتهم التي يزعمونها، وواجهوا الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا مآلهم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مهما أوتوا من الأموال والأولاد لن تغني عنهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الناس من ترتفع نظرته عن الدنيا فيرى أن السعادة هي ما يناله في الدنيا من خير، وما يؤول إليه في الآخرة من جزاء حسن. وهذه هي النظرة الصائبة. لا نقول يهمل الدنيا ولا ينظر إليها، لأن الدنيا خلقت مزرعة للآخرة، ولا نقول ينظر إلى الآخرة، ولا نقول ينظر إلى الدنيا وينسى الآخرة كما عليه الكفار، بل نقول يجمع، لكن لا يجعل الدنيا نهاية قصده، بل يجعلها مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. فهذا ربح دنياه وآخرته، وأما الأول خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لا الدنيا بقيت له ولا الآخرة حصلت له، خسر الدنيا والآخرة. أما هذا الذي نظر النظرة العامة للدنيا والآخرة، فهذا إن عمل للآخرة أدرك ما يريد
الآخرة ليست بالتمني ولا وإنما بالعمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هو يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث لكن لا يستعد لهذا، غلب عليه الكسل والخمول وإيثار الراحة فلم يسعى للآخرة سعيه، وإن كان يريد الآخرة لكن ما سعى لها سعي. من أراد الآخرة وسعى، هذين الشرطين، سعى لها سعيها. فإذا جمع الله للعبد النظرة إلى الدنيا، النظرة الصائبة إلى الدنيا والنظرة الصائبة إلى الدار الآخرة، فاتخذ الدنيا وسيلة للآخرة ومطية ومزرعة للآخرة، فهذا هو السعيد. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، عمل صالحا لابد من العمل، وليس مطلق العمل بل عمل صالحا عملا صالحا، لأن هناك من يعمل عملا غير صالح ويتعب نفسه في عمل غير صالح. متى يكون العمل صالحا؟ إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا محدثة. فإذا توفر هذان الشرطان في العمل صار صالحا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وهذان الشرطان هما معنى لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله إخلاص العمل له وإخلاص العبادة له. ومعنى أو من معنى شهادة أن محمد رسول الله متابعته والعمل بما شرع وترك البدع والمحدثات. أما من عمل عملاً لا يخلص فيه لله فعمله باطل حابط. العمل الذي يكون فيه شرك هذا عمل باطل لا يفيد صاحبه شيئاً. والعمل الذي ليس على سنة رسول الله هذا مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من ذكر أو أنثى، الله جل وعلا ساوى بين الذكور والإناث في العمل والجزاء، في العمل والجزاء. فالذكر والأنثى لا بد أن يعملا،
عملا صالحا. وكذلك هما سواء في الجزاء يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك فوارق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية فهذه لا تمنع الأنثى من المساواة بالرجل في الجزاء والحساب والعمل عند الله سبحانه وتعالى، كل على حسب استطاعته، كل على حسب مقدرته، وكل منهم يجب عليه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو المقياس الذي يتحقق به الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدنيا على الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر، طيب العيش والتلذذ بما أعطاه الله ولو كان يسيرا، وتكون في القبر أيضا، القبر أيضا يحيا فيه حياة طيبة، يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، ويمد له في قبر ويوسع له في قبره مد بصره، فيعيش في روضة من رياض الجنة. هذه عيشة طيبة في القبر، وعيشة طيبة في الآخرة في دار القرار وجنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. هذه الحياة الطيبة المتصلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والحياة الطيبة ليست بكثرة الأموال والشهوات، وهذه ربما تكون عذاباً على صاحبها ويشقى بها، يعذب بها في الدنيا، وإنما الحياة الطيبة في القلب، طمأنينة في القلب، ولو ما عنده شيء من الدنيا أو ما عنده إلا القليل من الدنيا فإنه يحيا حياة طيبة في قلبه، فيكون منشرح الصدر طيب البال ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض يعني الأموال، إنما الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. والشاعر الحكيم يقول غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، ليس الغنى إلا عن الشيء لا به أي لا بالشيء. فالغنى غنى القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعيشون في هذه الدنيا في رياض من رياض الخير والسرور والانشراح في قلوبهم. والكافر وإن كانت عنده الدنيا بحذافيرها فهو في قبر، نفسه في قبر، في جسده في قبر وعذاب، ولا ينتفع بما عنده من المال. أما المؤمن الصادق فليس ولو لم يكن عنده مال فهو في سرور، في نعيم، وفي قناعة، في يعيش بذكر الله
يعيش بطاعة الله، بالعمل الصالح، بقيام الليل، بصيام النهار، الجهاد في سبيل الله، يعيش عيشة طيبة ولو لم يكن عنده شيء من المال. ولهذا يقول قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. يقول بعض الصالحين الذين يتلذذون بعبادة ربهم وطاعته تنشرح صدورهم، يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما نحن فيه من إيش؟ من راحة القلب وطمأنينة النفس والارتياح، ارتياح الضمير. هذا شيء لا يعلمه الملوك، وإنما الملوك مشغولون بحماية ملكهم ومجالدة أعدائهم، ليسوا مرتاحين. أما أهل طاعة الله فلا أحد ينازعهم فيما هم فيه ولا يخافون على ذلك من الناس، هم مرتاحون من الهم ومن الحزن ومن القلق، متفرغون لعبادة ربهم وذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا هي الحياة السعيدة، وسماها الله الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف أن حياته كلها جهاد في سبيل الله، حتى إنه ما تزوج، حتى إنه رحمه الله لم يتزوج، لأنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، جهاد باللسان والقلم والجهاد باليد أيضا مشغول، ولكنه مرتاح، مرتاح الضمير، مطمئن القلب. يقول: إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، طمأنينة القلب وارتياح الضمير، هذه جنة. وإن كان ما عنده من الدنيا شيء أو الشيء قليل، الدنيا كلها متاع، متاع قليل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما ضايقه أعداؤه وطاردوه وسجنوه قال: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري، طردهم لي سياحة وحبسهم خلوة بربي. جنته في صدره. ما هي هذه الجنة التي في صدره؟ هي الطمأنينة بذكر الله والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، تلذذ بالعلم النافع، والاتصال بالله دائما وابدا. فهو في جنة، وان كان اعداؤه يزعمون انهم يضايقونه وانهم يكدرون عليه. هذا نموذج. وبعضهم يقول: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها
وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله. ذكر الله هذا هو أطيب ما في الدنيا. المحروم حرم من هذا، فلا يذكر الله عز وجل ولا يجد لذة في نفسه ولا طمأنينة في قلبه. إذن فالحياة السعيدة أو الحياة الطيبة هي في القلوب لا في الأموال والأولاد، ولا تكون في القلوب إلا بالأعمال الصالحة ومحبة الله ومحبة رسوله ومحبة عباده المؤمنين. هذه هي الحياة الطيبة. وكثير من الناس يكد ويكدح ويفني عمره ليحصل على الحياة الطيبة ولم يحصل عليها، لأنه ما فهم ما هي الحياة الطيبة. ذهب مع ظنونه وتقديراته ولا تأمل في الكتاب والسنة وأحوال السلف الصالح، سير الصالحين، ما تأمل في هذا، فذهب وراء الدنيا يريد أن يحوزها وأن يجمعها. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً سماحة الوالد على هذه المحاضرة القيمة، ونفع الله بعلمكم وبكم وبارك فيكم ومتع بكم، إنه سميع مجيب. ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة جزاكم الله خيراً. السؤال الأول يقول السائل: هل من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وما حكم الدعاء به وجزاكم الله خيراً؟ هذا الحديث وارد لكنه ضعيف، الحديث ضعيف كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن الدعاء مطلوب في كل الشهور وفي كل الأوقات، أن تدعو الله أن ينفعك بوقتك وأن يبارك لك في وقتك، ولا سيما أوقات الفضائل كشهر رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل لصيام شهر شعبان فضيلة، وهل يجوز للمسلم صيامه حتى نهايته وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويكثر من الصيام فيه، إلا أنه لا يستكمله وإنما يصوم أكثره. فالصيام في شعبان مستحب، ويستحب أن يصوم أكثره ولا يكمله، لكن يبدأ من أول الشهر. أما إذا انتصف الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ظهر مؤخرا ما يسمى بتحليل الشخصية عن طريق معرفة الاسم أو النظر في الخط، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشعوذات والتخرص، وهو يدخل في أعمال ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب يتخذون له وسائل، يزعمون أنهم يتوصلون بها إلى علم المغيبات والأسرار وغير ذلك، وهذه لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، لأنها من الخرافات. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نود منكم نصيحة لمن يتسترون على مروج المخدرات والمسكرات وعدم الإبلاغ عنهم.
لا يسعهم ذلك، لا يسعهم ذلك، عليه من يبلغ عنهم لأجل كف شرهم عن المسلمين، تستر عليهم تعاون معهم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. تغيير باللسان أن تبلغ عنهم، من التغيير باللسان أن تبلغ عنهم السلطة لتأخذ على أيديهم وتكف شرهم عن المسلمين، لأنهم لو تركوا لأفسدوا المجتمع، نعم، ونشروا الشر فيه. هو هذا صاحب ذنب خاص به لا يتعدى ضرره على الناس، فهذا يستر عليه إذا كان في الستر عليه فائدة. أما إذا كان شره يستطير على الناس وينتشر في الناس فهذا لا يستر عليه، بل يبلغ عنه ويؤخذ على يده. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يلزم تواطؤ القلب مع اللسان في الذكر أم لا يلزم؟ وهل يأثم من يذكر الله بلسانه وهو مشغول في أداء عمل من أعمال الدنيا؟ لا بد من تواطؤ القلب واللسان في الذكر، يذكر الله بلسانه ويوافق ذلك بقلبه. أما ذكر الله باللسان دون القلب فهذا لا ينفع شيئاً، وهذا نفاق. المنافقون يتكلمون بالخير ويظهرون الأعمال الصالحة لكن ليس في قلوبهم إيمان، فلا تتوافق قلوبهم مع ألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذه صفة المنافقين. أما المؤمن فإنه يذكر الله بلسانه وبقلبه وبأفعاله، كل الطاعات والعبادات ذكر لله سبحانه وتعالى. والغافل لا يكون له ثواب الذكر، إذا ذكر الله وهو غافل ولم يستحضر هذا بقلبه وإنما يقوله بلسانه هذا ليس له أجر، لكن لا نقول إنه منافق، نقول ليس له أجر. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن تكبر وتجبر على والده وإخوانه وزملائه وعق والدته؟ لا شك أن هذا مجرم، الذي يتكبر على والديه وعلى إخوانه وأقاربه وعلى الناس، الله لا يحب المستكبرين، والكبر داء قاتل. ما الذي أوقع إبليس بما أوقعه فيه إلا الكبر؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن عبادة الله، عن طاعة الله، حسدا لآدم على ما آتاه الله من فضله. الكبر من صفات إبليس وأعوان إبليس، والله لا يحب المتكبرين، وجعل النار مثوى للمتكبرين. التكبر قد يكون على الحق فلا يقبل الحق، وقد يكون التكبر على الناس، وهذا أيضا لا يجوز. فالتكبر أو الكبر محرم كله وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن بعضه أشد من بعض. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تناقل الإعلام في الفترة الماضية فتاوى شاذة، فما موقف المسلم غير المتعلم من هذه الفتاوى؟ ومن هم أهل الفتوى الذين ينبغي للمسلم الرجوع إليهم؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله أن هذه البلاد ولله الحمد فيها جهات معتمدة للفتوى يرجع إليها، فيها جهات معتمدة للفتوى
يرجع إليها ولا ينظر إلى هذه الأقوال الشاذة النشاز التي تصدر من هؤلاء الجهال أو الضلال وتنشرها وسائل الإعلام، هذه يحذر منها المسلم ولا يلتفت إليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم النداء لصلاة القيام في رمضان بقول صلاة القيام أثابكم الله أفتونا وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا أصل له، هذا بدعة، ولا يجوز النداء للقيام في رمضان بأي كلام، لا يجوز هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: كثر في زماننا المتخلفين عن صلاة الجماعة والمساجد، فما نصيحتكم لهم؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد وفي أوقات الصلاة، هذا من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أن تؤدى في المساجد، أن تؤدى مع الجماعة، أن تؤدى في أوقاتها، هذا من إقامة الصلاة. والله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، لم يقل صلوا فقط، قال أقيموا، أقيموا الصلاة، من إقامتها أن تؤدى في المساجد مع الجماعة وفي مواقيتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول في سؤاله الآخر: هل الأفضل قضاء راتبة الفجر لمن فاتته بعد الصلاة أم بعد طلوع الشمس؟ هذا حسب أحواله، إذا كان إنه ما ينساها فالأفضل أن يؤخرها بعد ارتفاع الشمس، أما إذا كان يخشى أن ينشغل عنها أو ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة. نعم. وهذا السائل يقول: من عمل في عينه عملية وحدد له الطبيب مدة معينة لعدم الركوع والسجود كالمعتاد، بل يركع ويسجد جالسا، ثم قيل له إن هذه المدة غير كافية بل تمدد إلى الضعف أو أكثر حسب تعليمات بعض المستشفيات الخاصة والمتخصصة في العيون، فهل يجوز له أن يمدد هذه المدة حفاظا على صحته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا لا بأس أنه يأخذ بأقوال الأطباء الثقات في تمديد المدة، في أن يصلي بالإيماء بالركوع والسجود، لكن لا يكون جالسا وهو يقدر على القيام، لا يكون جالس وهو يقدر على القيام، يقوم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فيقوم ويومئ برأسه للركوع وهو واقف، ثم يجلس على الأرض ويومئ برأسه للسجود. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: يا صاحب الفضيلة، إن كان لا يستطيع القيام فإنه يجلس ويومئ بركوعه وسجوده وهو جالس، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. يقول السائل: هل تعتبر صلاة آخر الليل بركعتين والوتر قيام ليل؟ نعم، قيام الليل يحصل بركعتين فأكثر، أو بركعة حتى للوتر ما تيسر له من قيام الليل، إلا أنه يستحب له أن يصلي قبل الوتر ما تيسر له من التهجد، ثم يختم تهجده بالوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى. نعم. وهذا سائل يقول: هل قاطع الرحم لا يرفع عمله وهو ملعون؟ جزاكم الله خير. نعم، ورد في الصحيح أن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لمن يشاء إلا المتقاطعين، أو فالله جل وعلا يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الصحف التي يكثر فيها الكتاب الذين يطعنون في دين الله وفي ثوابت الأمة وجزاكم الله خيرا؟
الأولى أن لا يشتريها، لكن إن اشتراها من أجل الاطلاع وإنكار ما فيها والاستفادة مما فيها من المقالات الطيبة أو الأشياء المباحة لا بأس، لكن إن سلم منها فهو أحسن. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف تكون زكاة من يعمل في تقصيد السيارات؟ هل الزكاة في المال الذي لديه فقط أم يزكي المال الذي له عند الناس في دون مشكورة؟ يزكي المال الذي يملكه سواء في يدها أو عند الناس، ما دام أنه ملكه فيزكيه إذا حال الحول على الجميع، يجمل الموجود والذي في ذمم الناس، يجمله ويخرج ربع العشر منه. نعم، جزاكم الله خير. وهذا السائل يقول: هل إبر علاج السكر تفطر الصائم؟ أحسن الله إليكم. لا، الإبر اللي تؤخذ لعلاج السكر أو تخفيض السكر هذه لا تفطر الصائم، لأنها تحت الجلد، لأنها تؤخذ تحت الجلد ولا تدخل إلى الجوف. نعم. هذا يقول: ما هو الأفضل لمن كان إماماً لمسجد، الصلاة بمسجده في رمضان أم التوكيل عليه والمجاورة عند الحرم؟ وجزاكم الله خيرا. لا لا، الواجب ما هو الأفضل، الواجب أن يقوم بمسجده لأنه متكفل به، متكفل به عند الجهة المسؤولة عن المساجد، هذا واجب عليه. والمجاورة عند الحرم مستحبة، ولا يقدم مستحبا على واجب. نعم. وهذا السائل يقول: من يمتنع عن أداء الصلاة مع الجماعة عمدا مع قرب المسجد، هل يهجر بعد بيان الحكم له؟ وجزاكم الله خيرا. ما يكفي أنه يهجر، لازم يرفع بشأنه، يرفع بشأنه إلى الهيئات ورجال الحسبة، ولازم أن الإمام أيضا يقوم بمعالجته وبمناصحته أما أنه يترك ويقال يهجر ويترك، لا، ما يهجر، ما يترك. نعم. وهذا يقول: سماحة الوالد، إنني شاب كنت أجد السعادة وحلاوة الإيمان أثناء صلاتي لفترة طويلة من العمر، ولكني بدأت أشعر بالفتور والضعف في صلاتي مع أني ملتزم دينيا، وبدأت في الوقوع في المعصية، فماذا أفعل؟ تجنب الأسباب التي أدخلت عليك النقص، ربما أنك تجالس أناسا سيئين فيؤثرون عليك، ربما أنك تأخذ أموالاً غير حلال فتؤثر عليك، يكون مطعمك غير حلال، تأمل في نفسك وتأمل فيه. وأيضاً الكسل، ربما يكون عندك كسل تغلب عليك، فلا تطع نفسك وتطع الكسل، تغلب على ذلك وعود نفسك، روضها على الطاعة والعبادة. نعم. وهذا السائل يقول: استخرت في أمر واطمأننت إليه، ولكني بعد فعل هذا الأمر حصلت لي أمور لا أرغبها، فهل استخارتي غير صادقة؟ الله أعلم، لكن إذا اطمأنت نفسك إلى الشيء بعد الاستخارة فإنك تعمل ما ملت إليه، وكونه يحصل لك بعد ذلك شيء ما هو بدليل على أن الاستخارة غير صحيحة، هذا له سبب آخر. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الصلاة في الحرم المكي تضاعف 100,000 صلاة، فهل هي عامة في صلاة الجماعة وصلاة الفرد؟ نعم، إذا كان الفرد له عذر، تخلف عن الجماعة لعذر، هو عامة، الثواب عام له، أما إذا تخلف عن الجماعة من غير عذر فإنه يكون ناقص الأجر، يكون أجره ناقصاً، ويكون تاركاً لواجب وهو الجماعة. نعم. وهذا يقول: ما حكم حضور وليمة الزواج إذا كان فيها محاورات شعرية وتصوير لبعض القنوات، وربما يكون هناك إطلاق للنار؟ يا إخوان، مسألة الاحتفال بالزواج هذه لها حدود ضوابط، والمقصود منها إعلان النكاح فقط، وعمل وليمة، عمل وليمة لأجل إعلان النكاح وإظهارا للفرح والسرور، ولا يسرف
في ذلك. الإسراف لا يجوز، الإسراف في المباحات لا يجوز، فكيف بعمل منكرات؟ كيف بعمل منكرات في هذه الحفلات من الغنى والهجاء؟ بعض الشعراء يهجو بعضهم بعضا، والهجاء محرم، كونه يهجو بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا أو القبائل تتنافس في هذا، هذا محرم، هذا يثير الشر بين المسلمين، ولا داعي لإطلاق النار، ربما يسبب شرا، ربما تحدث فتنة. يجب تمنع الأسلحة في هذه الحفلات لئلا يحصل شر. نعم. وهذا السائل يقول: أثناء السفر نصلي في المساجد التي على الطرق السريعة، ونجد في السجاد أكرمكم الله تراب وغبار، ونضع الشماغ لكي نصلي عليها، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، إذا احتجت إلى وضع وقاية دون ما في على الفراش أو على الأرض من أذى، من شوك، من حصى، من روائح كريهة، لا مانع من ذلك. نعم. وهذا يقول في سؤاله: كثر في زماننا العنوسة بسبب كثرة النساء وتكاليف الزواج، فهل من نصيحة لأولياء الأمور في تخفيف ذلك؟ العنوسة لها أسباب غير تكاليف الزواج، لها أسباب، أخطر أسبابها عمل المرأة ووظائف المرأة، كونها تتوظف الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق مسافات بعيدة، وتترك البيت تنشغل بتحصيل المال، ولا تبي زوج، لأن الزوج يبي يشغلها ويبي يمنعها من الوظيفة ويبي، فلا تريد زوج، تريد تجمع دراهم فقط، تظن أن هذه سعادة، هذه ليست السعادة، السعادة في الزوج الصالح والذرية الطيبة والقرار في البيت، هذه السعادة. أما أن تطارد وراء الراتب وراء الوظائف وراء، هذا هو الذي سبب العنوسة. الرجال لا يرغبون بنساء لا تخضع لهم للزوجية، لا تربي الأولاد، لا توجد في البيت، لا يرغبون بهذا، هذا اللي سبب العنوسة وسبب كثرة الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، من هم الذين يجب علي وصلهم من الأرحام؟ كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب، وبني الأعمام وبني الإخوة، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبل الأم، هؤلاء هم الأقارب والأرحام. نعم. وهذا السؤال من النساء، تقول إحدى الأخوات: ظهر في الآونة الأخيرة في مجتمع النساء أنهن يقمن برسم الحواجب باللون الأسود بالقلم، ثم يقمن بإخفاء الجزء العلوي والسفلي من الحواجب بمكياج، فيصبح شكله كأنه نمص، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا يجوز العبث في الحواجب، هذا من تغيير خلق الله، تغيير خلق الله الذي تكفل الشيطان أن يأمر به عباد الله، فلا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، بل تتركها كما خلقها الله وهي جميلة، الله خلق جمالا وقدرها سبحانه وتعالى بمقدار حسن لا تشويه فيه، فلماذا تغيره بالنمص أو بالحلق أو بالصبغ أو غير ذلك من الأمور؟ نعم. تقول في سؤالها الآخر: هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون الأسود؟ إذا كان الشعر سليماً فإنها لا تغيره، تبقي على ما هو عليه. إذا كان الشعر مشوهاً أو فيه شيب، فإنها تغيره بغير السواد، تغيره بلون يزيل التشويه والشيب، لون الشيب لكن بغير السواد. نعم.
وهذا سائل يقول: شخص يحلف ويكثر الحلف على الكذب حتى عرف عنه ذلك، وله أعمال في الخفاء سيئة للغاية، وهو مع ذاك يصلي ويبكي في الصلاة خشوعا، هل أصلي خلفه؟ أنت ليس لك إلا الظاهر، ما دام أنه يصلي ويخشع في صلاته المسلم عرضة للنقص، عليك أن تنصحه إذا رأيت عليه الخلل، تنصحه بما بينك وبينه، ولعل الله أن يهديه ويرده للصواب. وما دام أنه يخشع في صلاته هذا فيه علامة خير إن شاء الله. نعم. ويقول في السؤال الآخر: ما هي مكارم الأخلاق التي تعادل المجاهد الصائم؟ نعم. يقول: ما هي مكارم الأخلاق التي تعادل المجاهد الصائم؟ صاري الصائم. أما معادلة الجهاد، الجهاد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء إلا من يقوم ولا يفتر ويصوم ولا يفطر حتى يرجع المجاهد كما في الحديث. الجهاد لا يعدله شيء، الجهاد في سبيل الله، ولكن كرم الأخلاق مطلوب، كرم الأخلاق مطلوب. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث: لا تسعون الناس بأرزاقكم إنما تسعونهم بأخلاقكم. فالإنسان يحسن خلقه ويوسع خلقه لإخوانه ويسأل الله حسن الخلق: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. نعم. وهذا يقول: حصلت على مخالفة سرعة من المرور، وعند مراجعتي للقسم حصلت أنها مدبولة علي، وأخبروني بأنها كل شهر تزيد، هل يدخل هذا في حكم الربا؟ هذا محل نظر، الآن يدرس وفيه محل نظر، إلى الآن ما تم فيه شيء. نعم. وهذا سائل يقول: نريد كلمة عن قطيعة الأرحام حيث أنها منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا. قطيعة الأرحام من الكبائر، والله لعن قاطع الرحم، قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله ومصالحة رحمه لئلا تحق عليه اللعنة. نعم. وهذا السائل يقول: أحس أن الفتن تلاحقني في كل مكان، دلني بارك الله فيه كيف النجاة من هذه الفتن في هذا الزمان؟ تجنب أسباب الفتن، تجنب أسباب الفتن كمجالسة الأشرار، النظر في الفضائيات الهابطة أو الإنترنت الهابط، تجنب أسباب الفتن، واسأل الله السلامة من الفتن. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم من يؤخر توزيع الإرث لأنه أكبر الأخوة ولا يعصونه في ذلك؟ هذا تراجع فيه المحكمة، أمور تراجع فيها المحاكم الشرعية. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم إدخال الخادمة في البيت مع أن زوجتي تريد أن تصلي التراويح في المسجد وتبقى الخادمة عند الأطفال جزاكم الله خيرا؟ لا مانع من ذلك إذا حوفظ على الخادمة ولم تختلط مع رجال ولا يخشى عليها، لا بأس أن تبقى في البيت مع الأولاد الصغار، أولاد الصغار. أما الأولاد البالغون لا يبقون معها في البيت. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم رجل تملك على امرأة، أي عقد عليها وبات الزوج وهو لم يدخل بها، هل تحاد عليها أم لا؟ نعم، يلزمها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث، لها الميراث. نعم. وهذا يقول: هل الأفضل الاشتغال بطلب العلم أو الاشتغال بالتجارة؟ لا شك إن طلب العلم لا يعدله شيء، ولكن طلب العلم لا يمنع من الاشتغال بالتجارة، يطلب العلم في وقت الطلب ويشتغل في التجارة في وقت
التجارة. نعم. وهذا يقول شيخنا الكريم: طلباً لا أمراً، نريد نصيحة لأهل الحسد. أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا الحسد. الحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا الحسد المذموم، وهو من الكبائر، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهو من صفة من أخلاق الشيطان حينما حسد آدم وسبب هذا له الكفر بالله عز وجل، وهو من صفات اليهود الذين حسدوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته فلم يؤمنوا به وهم يعلمون أنه رسول الله، حملهم الحسد على الكفر والعياذ بالله. الحسد يسبب إزهاق النفوس وقتل سفك الدماء، فابن آدم الأول قتل أخاه حسداً على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل، فحسده وقتله والعياذ بالله، يسبب سفك الدماء. وفي الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد. الحسد خطير جدا، فالمسلم ينزه نفسه من الحسد، وإذا رأى على أخيه نعمة يسأل الله له البركة، ويسأل الله أن يرزقه مثل ما أعطى أخاه. قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نعم. وهذا يقول: ما تفسير قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ النجوم، النجوم التي تبدو من المشرق ثم تجري إلى المغرب، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في طلوعها وفي سيرها وفي غروبها. كنس، الخنس الجوار الكنس، ثلاث صفات: الانخناس في المشرق، والجري في بين المشرق والمغرب، والكنس التي تغيب في المغرب. نعم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، نريد منكم كلمة في موضوع الإسراف في وملائم الأعراس. بإذن. أشهد أن محمد رسول الله.
هذا سائل يقول: نرجو كلمة في موضوع الإسراف في ولائم الأعراس والمناسبات الأخرى والتباهي بذلك والتفاخر. أصل الوليمة للعرس مشروعة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي تزوج، قال له: أولم ولو بشات. وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يعمل ما تيسر من الطعام ويقدمه للناس، هذا سنة. لكن الإسراف محرم، قال الله جل وعلا: ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فإذا كانت الأطعمة التي تعمل في ولائم الزواج أو غيره لا تؤكل، وإنما تلقى في المزابل ولا تؤكل، فهذا حرام ولا يجوز. أما إذا كانت تؤكل ولا يبقى منها شيء فلا بأس بذلك، مع أن المستحب عدم الإكثار من الأطعمة لئلا تبقى ولا توكل، عدم الإكثار. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل إذا صليت بالحرم المغرب وأردت السفر أجمع العشاء إليه 4 ركعات أم أقصر، وهل لي أجر 100,000 صلاة؟ نعم، تقصر، صلي المغرب مع المسلمين، صلي بعدها العشاء إذا كنت قادما إلى مكة، أما إن كنت من أهل مكة لا، ما تجمع ولا تقصر حتى تخرج تباشر السفر. أما إذا كنت طارئا على مكة تريد مواصلة السفر إنك تجمع العشاء معها ركعتين، تقصرها ركعتين، هذه السنة. نعم. ويقول في سؤاله الآخر: هل الأموات يعلمون بصدقات الأحياء عنهم؟ يصل إليهم ثوابها، الله لا يضيع أجر المحسنين، فيصل إليهم ثوابها وينتفعون به إذا تقبله الله. نعم. وهذا يقول: أنا إنسان متزوج وظروفي المادية صعبة، وزوجتي تعمل معلمة، ويقوم أهلها في التدخل في راتبها وتحميلها ديون من أجل شراء سيارة لشقيقها وتزويجه، فما حكم ذلك علما بأنه أدى بنا إلى الطلاق؟ هذه مشكلة بينك وبين زوجك، وإما أن تصلحوا فيما بينكم، وإما أن تذهبوا إلى المحكمة فتفصل بينكم. نعم. وهذا يقول: مسافر صلى المغرب مع الجماعة، فلما انتهوا أقيمت جماعة أخرى لصلاة المغرب، فدخل معهم بنية العشاء ولم يقم مع الإمام للركعة الرابعة وسلم، فما حكم الصلاة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. هذا يعني مسافر يجمع من أجل السفر ولا إيش؟ لم يبين ذلك، ولعله إيش رد السؤال؟ يقول: مسافر صلى المغرب مع جماعة، فلما مسافر. نعم، يصلي، يدخل معهم بنية العشاء ويكمل 4، لا يجوز له أن يجلس ويقصر الصلاة، بل يكمل 4، لأنهم اللي يصلون المغرب لا يقصرون، إنما وهو تبع للإمام، هو تبع للإمام، والإمام في هذه الصلاة لا يقصر. نعم. وهذا يقول: الرجاء من فضيلتكم التكرم ببيان بعض الأمور العاصمة من الفتن في هذا الزمان، وجزاكم الله خيرا. لا يعصم من الفتن إلا التمسك بالكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة هذا اللي يعصم من الفتن. لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن حصول الفتن في آخر الزمان قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فالذي يعصم هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما حكم بطاقات إعادة الشحن سواء؟ يقول: ما حكم بطاقات إعادة الشحن سواء؟ لا أعلم طريقتها ولا أدري عنها. نعم. وهذا السائل يقول: هل يلزم من أراد التيمم أن يسمي وينوي؟ نعم، التسمية واجبة على الوضوء ومثله التيمم، التيمم مثل الوضوء، يذكر اسم الله في أوله. نعم.
وهذا يقول: ما حكم التصوير بدون سبب أو حاجة؟ ما يجوز التصوير إلا عند الضرورة. التصوير لا يجوز إلا للضرورة، وما عدا الضرورة فهو حرام شديد التحريم. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نلاحظ تراخي من بعض إخواننا بالتهاون في كثير من جوانب الدين، وزاد ذلك كثير من القنوات، قنوات الشعر والقنوات الشعبية، والتي أثارت كثيرا من النعرات وأشغلت القبائل بعضهم ببعض. هذه من أسباب الفتن، والواجب على ولاة الأمور أن يمنعوا هذه القنوات، لأنها تسبب الفتن وتوقد العداوة بين القبائل، تسبب شرورا كثيرة. الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يمنعوا هذه القنوات، يمنعوا بثها، وما يقدرون على منع أصلها لكن يمنعون بثها في المملكة. نعم. وهذا السائل يقول: عندي أغنام قمت بزكاتها وأريد بيع بعضها، فإذا كنت قد زكيتها في شهر رجب وعندي زكاة نقود في شهر رمضان، فهل أقوم بجمع قيمة البيع مع المبلغ المذكور أم يكفي زكاته؟ يجمع إيش؟ يقول: عندي أغنام قمت بزكاتها وأريد بيع بعض منها، وإذا كنت قد زكيتها في شهر رجب وعندي زكاة نقود في شهر رمضان، فهل أقوم بجمع قيمة البيع على المبلغ المذكور أم يكفي الزكاة السابقة، زكاة الغنم؟ إذا تم الحول على الدراهم التي هي ثمن للأغنام وقيمة للأغنام، إذا تم عليها الحول زكيها، وإن أردت أن تزكيها مع مالك مسبقاً تعجيل الزكاة فلا بأس. نعم. يقول: يشتغل كثير من النساء في رمضان بإعداد الأطباق عن قراءة القرآن والعبادة، فهل من نصيحة لهن؟ إن شاء الله عمل في البيت وإعداد الطعام هذا من العبادة، هذا من العبادة ويؤجرن عليه، ولا مانع أنه يتطبخ ويتذكر الله عز وجل، تتلو القرآن أو تستمع للقرآن من المذياع، لا مانع من ذلك، هذا يعينها أيضاً ويشرح صدرها. نعم. وهذا يقول: انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب كثير من المتزوجين بعد الزواج مباشرة إلى السياحة، سواء داخل البلاد أو خارجها، واقترن ذلك بأداء العمرة واعتاد الناس ذلك، فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟ أداء العمرة طيب، ليتهم ما يروحون إلا للعمرة ولا المواطن السليمة، طيب هذا. أما أنهم يذهبون للبلاد الأخرى السياحية والبلاد الكافرة، هذا خطر عظيم، وهذا سفر لا يجوز، هذا سفر لا يجوز، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لأغراض محدودة، مثل العلاج، مثل تعلم علم لا يوجد في عندنا وهو ينفع المسلمين، مثل سفر لتجارة، هذا السفر للدعوة إلى الله، هذه الأسفار تجوز بل بعدها مشروع لبلاد الكفر. أما السفر للنزهة هذا حرام، لأنه خطر على الدين وعلى العقيدة وعلى الأخلاق. نعم. وهذا يقول: ما حكم التداوي بدواء فيه خمر؟ لا يجوز التداوي بالخمر ولا ما فيه خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تصنع للدواء، قال: أما إنها داء وليست دواء، وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. وهذا يقول: أيهما أولى في حق المسافر للنزهة، القصر أم الإتمام؟ المسافر الأولى له القصر، سواء للنزهة أو غير النزهة، ما دام السفر مباحا فالأولى له القصر عملا بالسنة. نعم. يقول: يكثر في مجالس كبار السن الجدل والغيبة، فهل من نصيحة لهم؟ أن يتقوا الله، نصحهم أن يتقوا الله وأن يخلوا مجالسهم من الغيبة والنميمة والاشتغال بأعراض الناس. نعم. وهذا سائل يقول: نحن على إقبال من شهر رمضان، فهل من نصيحة للاستعداد له؟ نعم، الاستعداد له يكون بالتوبة والاستغفار والفرح بقدومه
شغل وقته بالطاعة والاستعانة بالله عز وجل. نعم. ويقول هذا السائل: في بعض الدول والتي تسمى بالإسلامية يحكم القانون وتعبد فيها القبور ويطاف بها، فهل تعتبر بلد إسلامي أم بلد شرك؟ ما دامت كما وصفت فيها الشرك ظاهر